أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في هذه الحلقة حول الحديث الثاني من باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في امر الامامه. وهذا الحديث يتضمن قضيه وكرامه لامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام في معركه النهروان. عن رافع ابن سلمه قال كنت مع علي بن ابي طالب صلوات الله عليه يوم النهروان فبين علي عليه السلام جالث إذ جاء فارس فقال السلام عليك يا علي فقال له علي عليه السلام عليك السلام ما لك ثكلتك أمك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين قال بلى سأخبرك عن ذلك كنت إذ كنت على الحق بصفين او كنت اذ كنت على الحق بصفين فلما حكمت الحكمين برئت منك وسميتك مشركه فاصبحت لا ادري الى اين اصرف ولايتي والله لان اعرف هداك من ضلالتك احب الي من الدنيا وما فيها فقال له علي عليه السلام ثكلتك امك قف مني قريبا أريك علامات الهدى من علامات الضلالة. فوقف الرجل قريبا منه فبينما هو كذلك إذ أقبل فارس يركض حتى أتى عليا عليه السلام. فقال يا أمير المؤمنين أبشر بالفتح أقر الله عينك قد والله قتل القوم أجمعون. فقال له: من دون النهر او من خلفه قال بل من دونه فقال كذبت والذي فلق الحبه وبرا النسمه لا يعبرون ابدا حتى يقتلوا فقال الرجل فازددت فيه بصيره فجاء اخر يركض على فرس له فقال له مثل ذلك فرد عليه امير المؤمنين عليه السلام مثل الذي رد على صاحبه فقال الرجل الشاك وهممت أن أحمل على علي عليه السلام فأفلق هامته بالسيف ثم جاء فارسان يركضان قد أعرق فرسيهما فقال أقر الله عينك يا أمير المؤمنين أبشر بالفتح قد والله قتل القوم أجمعون فقال علي عليه السلام امن خلف النهر او من دونه قال لا بل من خلفه انهم لما اقتحموا خيلهم النهروان وضرب الماء لبات خيولهم رجعوا فاصيبوا فقال امير المؤمنين عليه السلام صدقتما فنزل الرجل عن فرسه فاخذ بيد امير المؤمنين عليه السلام وبرجله فقبلهما فقال علي عليه السلام هذه لك آيه. خلاصة هذا الحديث بحاجه الى بيان مختصر لخلفيات واقعة النهروان. من المعلوم ان امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اقصي عن الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة وعشرين عاما وخلال هذه الفترة فتحت العراق والشام ومصر وبلاد فارس وغيرها وهاجر كثير من العرب إلى هذه الدول التي فتحت واكثر هؤلاء لم يكونوا شاهدوا رسول الله صلى الله عليه واله، ولم يكونوا سكنوا المدينه، ولم يكونوا يعرفوا حق اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، فتناسلوا وتوالدوا ونشأ جيل او جيلان في هذه الفتره. فلما جاء أمير المؤمنين إلى الكوفة، لم يكن أهل الكوفة بشكل عام يعتقدون بإمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى، ولم يكونوا يعرفوا ولم يكونوا يعرفون فضائل أمير المؤمنين. ولا ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله في امير المؤمنين. وايضا لم يكونوا لم يكونوا يعرفون سوابق امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام للتعتيم الاعلامي الذي كان على فضائله، لانه كان كانت في تلك الفتره منع تدوين الحديث ونقل الحديث. فحينما جاء امير المؤمنين الى الكوفه كان ينظر اليه غالب اهل الكوفه كحاكم عليهم لا فرق بينه وبين اي حاكم اخر فلما خرجوا الى صفين مع امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام وحدث في صفين ما حدث كان جيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في صفين تقريباً خمسين ألف وجيش معاوية تقريباً كان مائة ألف يعني ضعف جيش أمير المؤمنين حسب ما ينقل ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ولكن لأن خطط الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الحربية كانت خطط سليمة وصحيحة واصحابه كانوا اشجع واقوى، لذلك كاد ان يتغلب على جيش معاويه، فهنا رفع جيش معاويه المصاحف على الرماح ودعوا الى الرجوع الى القران الكريم للتحكيم. وكان عملهم هذا للخدعة وليس حقيقة كانوا يريدون التحكيم لأنه لو كانوا يريدون التحكيم من الأول قبل بدء القتال كانوا يطالبون بتحكيم القرآن وهذا ما صنعه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم الجمل قبل أن يبدأ القتال في يوم الجمل انتدب رجلا من اصحابه ليحمل القران ويذهب الى المعسكر المقابل ويدعوهم الى كتاب الله هذا قبل القتال لكن اصحاب الجمل رشقوا هذا الشخص بالنبال والسهام وقتلوه وهو يحتضن القران في يوم صفين اذا جيش معاويه كان يريد التحكيم الى كتاب الله قبل القتال كان يحتكم الى الى القران مع ان الجيشين يعني جيش امير المؤمنين وجيش معاويه عسكرا في صفين قبل بدء القتال ما يقارب ثلاثه اشهر يعني ثلاثه اشهر جيش الامام يعسكر وجيش معاويه يعسكر وبينهم الكتب والرسل لكي يصلوا الى نتيجه زين خلال هذه الفتره لم يطالبوا التحكيم الى كتاب الله لانهم كانوا يشعرون بانهم اقوى لان جيشهم كان اكثر عددا وايضا كان جيشا نظاميا لان الشام كان مركز الرومان ومعاويه حكم الشام قبل واقعه صفين حوالي عشرين عاما وكان خلال هذه العشرين العام يعسكر العساكر ويجيش الجيوش لكي ينزو على السلطه لانه كان يعلم بانه لا ينتخبه احد لانه كان من الطلقاء الذين اسلموا ظاهرا في يوم فتح مكه فلذلك كان يعلم انه من الطريقه الطبيعيه لا يتمكن من الوصول الى السلطه فاتخذ الطريقه العسكريه فخلال عشرين سنة كان يجيش الجيوش ويعسكر العساكر وشاف نفسه أقوى ما دعا إلى كتاب الله لكن حينما بدأ القتال في أول صفر واستمر إلى يوم تاسع صفر إلى ليلة الهرير في يوم تاسع صفر وكاد جيش معاوية أن ينكسر لأن جيش الإمام بقيادة مالك الاشتر وصل الى قريب فسطاط معاويه، يعني قريب المركز القلب للجيش وركب معاويه الفرس لينهزم، يعني وصلت الحاله الى هذا الحال. على كل حال في هذا الوقت رفعوا المصاحف على الرماح ودعوا الى كتاب الله امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه هذه خدعه لكن مجموعه كبيره من اصحاب الامام حوالي عشرين الف واحد من هؤلاء الذين في الواقع كانوا ينظرون الى الامام كانه حاكم لا اكثر لا لم يكونوا ينظرون اليه الا انه امام مفترض الطاعه منصوب من قبل رسول الله صلى الله عليه واله الى الخلافه. هؤلاء في الحقيقه كانوا قد تعبوا من القتال. هم ثلاث شهور معسكرين وحوالي عشره ايام قتال مستمر في كل يوم يقتل الاف من الناس. وفي ليله الهرير قتل الاف مؤلفه منهم. وكانوا يخشون بان باستمرار القتال ان يقتلوا كانوا قد تعبوا سئموا ولا ينظرون إلى أمير المؤمنين كأنه مثلا إمام مفترض الطاعة فاستغلوا هذه الحالة فرصة للحرب من القتال فاجتمعوا حول أمير المؤمنين عشرين ألف واحد مجردين سلاحهم فقالوا له أجب الدعوة إلى كتاب الله الإمام قال لهم إنها خدعة قالوا إن لم تجب قتلناك إن كانوا يتمكنون من قتله نعم عشرين ألف واحد اجتمعوا على شخص هسه إذا ما قدروا يقتلون الإمام كان يصير ح... فتنة داخلية حرب داخلية في جيش الإمام عليه الصلاة والسلام لأنكم مجموعة أيضا كانوا مع الإمام حوالي عشرين ألف أيضا باستثناء الذين قتلوا واستشهدوا في المعركة عشرين ألف من هذا الصوب وعشرين ألف من ذاك الصوب كان يحدث بينهم قتال حتى إذا ما قدروا يقتلون الإمام وأنت في معركة العدو جاهز ويصير حرب داخلية بينكم يقتل بعضكم بعضا ذاك الجيش ينقض على الجميع ويقضي عليهم جميعا فهنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقع بين محذورين المحذور الاول انه لا يستجيب لهم يصير قتال داخلي وهذه ستكون وهذا سيكون سببا لانقضاض اهل الشام عليهم والقضاء عليهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم او انه يستجيب لهم ويرضى بالتحكيم لكن كان يعلم أنها خدعة لكن الإمام صار بين أمرين فاختار أهونهما وأقلهما ضررا لأنه إذا ما كان يقبل كان يصير قتال إما يقتل أو صير فتنة بين أصحابه والجميع يقتلون وإما أن يستجيب للتحكيم الحرب تتوقف فكان أهون الأمرين الاستجابة له التحكيم صار التحكيم الإمام عين عبد الله ابن عباس رفضوا هؤلاء الذين جردوا سيوفهم على أمير المؤمن رفضوا عبد الله ابن عباس واختاروا أبا موسى الأشعري حس هذا الاختيار لعله كان اختيار قبلي لأنه أكثر أهل الكوفة كانوا يمانية وابو موسى الاشعري كان ايضا يمانيا. لعله كان اختيار قبلي. فالامام كان يرفض ذلك لكن اجبروا الامام على ذلك، لو تقبل لو نقتلك. ومعاويه اختار عمرو بن العاص. الامام قال لهم انه عبد الله بن عباس يتمكن من ان ينقض حيل عمرو بن العاص. لكن لم يقبلوا بذلك، فاضطر الامام ايضا مره ثانيه ان يستجيب لهم. في التحكيم عمرو بن العاص خدع ابا موسى الاشعري يعني في جلسه خاصه اتفقوا بيناتهم ان يخلعوا امير المؤمنين عليا عن الخلافه وان يخلعوا معاويه عن الخلافه ويعينوا عبد الله بن عمر عمرو بن العاص قدم ابا موسى الاشعري، ابو موسى الاشعري صعد المنبر وقال خلعت علي بن ابي طالب من الخلافه كما خلعت خاتمي من يدي، وبعد ذلك صعد ابو صعد عمرو بن العاص المنبر وقال قد نصبت معاويه للخلافه كما وضعت هذا الخاتم في اصبعي. فصار خلاف بينهما عمرو بن العاص قال لأبي موسى الأشعري أنت كالحمار يحمل أسفارا خدع أبو موسى الأشعري قال لعمرو بن العاص أنت مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث على كل حال وصار خلاف وهنا ذول الذين خرجوا على أمير المؤمنين في يوم صفين عرفوا انهم قد خدعوا. زين. هسه خدعت انت تعال استغفر الله سبحانه وتعالى واعتذر الى امير المؤمنين. اصحاب الرسول صلى الله عليه واله في يوم احد خالفوا امر الرسول. وتركوا الثغر ونزلوا من الجبل. وكثير منهم انهزموا من وسط المعركه. خالفوا امر الله وامر الرسول. لكن جاءوا تائبين غير المنافقين منهم فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم زين خدعوا ما يخالف فسخدعتوا تعال استغفر الله سبحانه وتعالى واعتذر لأمير المؤمنين لا أحيانا الإنسان يذنب ويريد أن يحمل ذنبه على غيره جاءوا إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه إحنا قد كفرنا لأننا حكمنا في دين الله والله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله ليس الحكم إلا لله وأنت أيضا كفرت معنا فنحن نتوب إلى الله أنت تعال توب إلى الله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لهم أولا يعني مضمون الكلام أنكم أكرهتموني على ذلك أنا قلت لكم إنها خدعة لكن اكرهتموني على ذلك. قلت لكم لا نعين ابا موسى الاشعري رفضتم ذلك. هذا اولا. ثانيا نحن لم نحكم في دين الله الرجال، وانما هذا التحكيم خلاف والخلاف الله سبحانه وتعالى عين فيه حكام. زوج وزوجة إذا اختلفا الله سبحانه وتعالى يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن يعني الحكم إلا لله يعني ليس التشريع إلا لله ما إلى حق واحد يشرع إلا الله سبحانه وتعالى أو من بإذن الله يشرع يعني الرسول بإذن الله يشرع يبين حكم الله سبحانه وتعالى أما الأمر هذا مو معناه أنه الأمير ليس إلا الله لا بد للناس من أمير بر أو فاجر لا بد للناس من حاكم نحن لم نؤمر في حكم الله لم نحكم في حكم الله سبحانه وتعالى الرجال وإنما حكمنا في خلاف وقع وهذا الخلاف يحتاج إلى قاضي مثلا ونحن عينا قاضيا فلم نكفر ولم نشرك بذلك فأنا لم أشرك، أولاً أنا لم أكن أقبل هذا الشيء، إنما أكرهتموني على ذلك. ثانياً هو ليس بكفر، ولو كان التحكيم يجري على كتاب الله، لأنه اشترط في التحكيم في وثيقة التحكيم أن يكون التحكيم على طبق كتاب الله، لو كان هذا التحكيم يجري على طبق كتاب الله يعني ابن عباس كان في هذا التحكيم وكان يحكم بما حكم الله في كتابه، ما كان الحق يعدو امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام. وامير المؤمنين قال نحن اشترطنا ان نقبل كلام الحكمين اذا حكما طبقا لكتاب الله، لكنهما لم يحكما طبقا لكتاب الله. احدهما خدع الاخر المخدوع حكم خلاف كتاب الله والخادع ايضا حكم خلاف كتاب الله سبحانه وتعالى. وإحنا مو ملزمين بهذا التحكيم لاننا اشترطنا ان يكون هذا التحكيم على طبق كتاب الله. لكن ذولا ما قبلوا كانوا يردون ان يكون الذنب ذنب امير المؤمنين امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام مو ذنبهم ولذلك كفروا امير المؤمنين. وبعد فتره ألف واحد منهم خرجوا إلى النهروان ما دامهم ما أثاروا مشكلة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عاملهم كما يعامل سائر المسلمين لم يقطع لم يقطع عطاياهم من بيت المال ولم يمنعهم من المسجد وكان يتعامل معهم كما يتعامل مع سائر الناس لسه بتعبير اليوم أنه كان لهم حقوق المواطنة مثلا فلما اجتمعوا في النهروان وقتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرت وقتلوا زوجته الحامل بقروا بطنها لأن عبد الله بن الخباب لم يتبرأ من أمير المؤمنين عليا وزوجته وزوجته كذلك لم تتبرأ فقتلاهما مع الجنين الذي في بطن هذه المرأة هنا صار قضية أنه بغاة رفعوا السلاح بوجه الحاكم الشرعي طبعا لازم الحاكم يكفي الناس شرهم ويرجع الامان الى البلد فخرج امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام الى قتالهم وارسل ابن عباس لهم ونصحهم آلاف واحد منهم رجعوا القسم منهم رجعوا عن قناعه بالاحتجاجات وقسم منهم رجعوا خوفا وبالأساس قسم من الخوارج لم يكونوا قد خرجوا من الكوفة أصلا فالذي بقي مصرا على القتال أربعة آلاف هؤلاء كانوا خلف النهر فوقع القتال وقتلوا عن بكرة أبيهم إلا تسعة منهم هربوا ومن جيش الإمام لم يقتل إلا ثمانية هنا واحد من الخوارج كان محتار لذلك جاء عند أمير المؤمنين كما قرأنا تلونا هذا الحديث وقال السلام عليك يا علي ولم يقل يا أمير المؤمنين الإمام قال له ثكلتك أمك ثكلتك أمك يعني أنت تموت في حياة أمك حتى أمك تصير ثكلة عليك هذا الدعاء بقصر العمر لأن الإنسان عادة يعيش إذا يعيش حياة طبيعية يعيش حتى بعد ابويه لكن اذا مات في حياه ابويه معنى ذلك انه لم يعش حياه طبيعيه وانما اسرع اليه الموت الامام قال له ثكلتك امك لماذا لم تسلم علي بامره المؤمنين فهذا الرجل يقول انا محتار كنت اسلم عليك بامره المؤمنين لما كنت على الحق في يوم صفين فلما حكم حكمت فلما حكمت الحكمين برئت منك وسميتك مشركا، ليش سماه مشرك؟ لانه تارة تحكم بحكم الله وتارة تحكم بحكم الحكمين، وهذا شرك. فأصبحت متحيرا يعني لا ادري اين اصرف ولايتي. وأني الآن طالب حق، اريد اشوف انت على حق لو على باطل. فالإمام قال: اصبر حتى أريك آية. الآية شنو كانت؟ أنه الإمام أخبر بأمر هذا الأمر كان خلاف القرائن القطعية لأن الرسول صلى الله عليه واله كان أخبره بذلك. علم الغيب خاص بالله، لكن الله سبحانه وتعالى قد يخبر ببعض المغيبات رسله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ورسول الله صلى الله عليه واله اخبر بما اخبره به الله سبحانه وتعالى اخبر امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام وكان مما اخبره ويتعلق بهذه المعركه معركه صفين فالرسول كان قد اخبر امير المؤمنين انهم يقتلون خلف النهر الجهه الثانيه وليس دون النهر الشخص الاول اجى واخبر انهم قتلوا أمير المؤمنين يريد يري هذا الرجل الآية فقال لهذا الذي جاء بالخبر قتلوا خلف النهر أو دون النهر يعني بالطرف بالجهة اللي إحنا منها فهذا الرجل قال بالجهة اللي إحنا منها أمير المؤمنين قال لك كذبت كلامك مو صحيح مع أن القرائن تدل على صحة كلامه شخص ثاني أجه وأيضا أخبر أمير المؤمنين بأن القوم قد قتلوا. الإمام سأل خلف النهر أو أمام النهر يعني بطرفنا؟ قال لا دون النهر يعني بطرفنا. فالإمام قال له أيضا كذبت. والذي فلق الحبة يعني شق الحق حبة لأن الحبة عندما تنبت الحب ينشق ويخرج النبات من وسطه. وبرأ النسمة يعني خلق الناس لا يعبرون حتى يقتلوا. زين. القرائن القطعية تدل على أنهم قد عبروا النهر أمير المؤمنين بضرس قاطع يكذب الذين جاءوا بالخبر هنا هذا الرجل يقول خلاص أنا تأكد بأنه ليس بصادق وأردت أن أقتله يقول بينا نحن كذلك جاء فارسان يركضان فقال أقر الله عينك يا أمير المؤمنين ابشر بالفاتح قد والله قتل القوم اجمعون فقال علي عليه السلام امن خلف النهر ام دونه خلف النهر يعني ذيك الجهه الاخرى دونه يعني هذه الجهه التي نحن فيها فقال لا بل من خلفه ما عبروا النهر انهم لما اقتحموا خيلهم النهروان يعني اقحموا خيلهم فالنهر الذي كان هناك وضرب الماء لبات خيولهم يعني الماء كان مرتفع إلى أن وصل إلى أعناق الخيول شافوا لا ما يقدرون يعبرون النهر رجعوا إن فرين الأولين شاهدا أن هؤلاء يردون يعبرون النهر فتصوروا أنه خلص القوم عبروا النهر لكن الحقيقة كانت أن هؤلاء حاولوا شافوا ما يقدرون رجعوا رجعوا فاصيبوا يا امير المؤمنين. فقال صدقتما. بعدين تبين لا القوم خلف النهر قتلوا ليس دون النهر. وامير المؤمنين اخبر بامر واصر على ذلك الخبر على رغم ان القرائن كانت تدل على خلاف ما اخبر به. فقال امير المؤمنين عليه السلام صدقتما. فنزل الرجل عن فرسه فاخذ بيد امير المؤمنين وبرجله فقبلهما فقال علي عليه السلام هذه لك ايه شفت اني اخبرت بامر خلاف القرائن القطعيه وكان ما اخبرت به صدقا امير المؤمنين ايضا ظهرت منه كرامات ومعاجز كثيره لان فتره اضطراب كان وكان يحتاج الى تثبيت دين الناس وتثبيت دين الناس كثيرا ما لم يكن بالاحتجاجات لأن مستواهم كان منخفض كان يحتاج إلى أن يشاهدوا آية أي مرحلة تثبيت الدين الرسول كان مرحلة التأسيس وأمير المؤمنين كان مرحلة التثبيت ولذلك كثرت هذه الآيات على يد أمير المؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى فقال علي هذه لك آية فالرجل اطمأن قلبه ورجع عن الشك الذي كان فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا جميعا على ولاية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وعلى الدين هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.